هنا معايا نوتة اللي هي بوست نوتس، هتلاقي مكتوب هنا ايه اسامي، ايه انا وين، عباسيه، عين شمس، باب اللوق، اسامي كتير قوي فوق ال 30 اسم، المرج، قبه، اسامي مناطق في القاهره، هليوبلس، مانيال، كذا، حاجات كتير قوي. اوكي انا مش عايزك تنقي واحده تكون انت حباها، مثلا زمالك مثلا او العجوزه او لا، انا عايزك تحطي ليكي على الكتاب من غير ما تبصي، بس انت وحظك تعملي كده كذا مره، وغير ما توقفي في حته او ما توقفي عندها هتفتحي تشوفي ايه هي وتقفليها تاني. اوكي بس ما تقوليش ايه هي خالص. تمام. اوكي اوكي تعالي ليكي، ليكي تانية فوقيها. اوكي عليكي بصالي، عايزك ريفل في اي وقت، اوقفي افتحي في اي حته شوفيها اقفليها تاني، في واحده ببالك صح؟ حطي نوت على جنب مش عايزينها خالص. اوكي اوكي عايزك تفكري في الايه، في المنطقه دي او المحافظه دي. انا معايا نوت هنا برضو. أوكي. هكتب فيها ان انت تفكري فيه. بص معايا. اوكي عايزك تقول، تشوف الحروف كده قدامك بالترتيب، يا يعني انجليزي عربي، شوفيها براحتك. اوكي انت فكري فيها بالانجليزي، فكري في الحروف ماشيه كده بالترتيب. بص معايا. اوكي بص معايا. اوكي خايفه؟ بص معايا. خايفه انا ما غنطيش. لا لا ما تخافيش. لا بص معايا، عايزك تعدي كام كلمه في عقلك. بص لي ما تقوليش اي حاجه، بس فكري. وقفتي عند ال دلوقتي في عقلك صح؟ رجعت تاني ل H ثانيه تقريبا. انا كتبت حاجه دلوقتي، انا هوريها للكاميرا عشان طبعا الاستوديو فيه كاميرا برضو، فعايزك تقولي الكلمه ايه هي بصوت عالي. حلوان. حلوان صح؟ بس انا كتبت ايه؟ كتبت ايه؟ كتبت حلوان.